عرضت السعودية أدلة دامغة تؤكد تورط إيران في الهجمات التي تعرضت لها منشأتان نفط التابعتان لشركة أرامكو قبل أيام، بينما جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تأكيده ضلوع إيران في الهجمات. وأكدت وزارة الدفاع السعودية أن الهجمات لم تكن من اليمن كما حاولت إيران جاهدة إظهار ذلك. وقال المتحدث باسمها تركي المالكي في مؤتمر صحفي إن الهجمات جاءت من الشمال وليس اليمن، مجددا اتهامه لإيران بالوقوف وراءها، وداعيا المجتمع الدولي إلى مواجهة ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة، مؤكدا أن الهجمات محاولة معتمدة لتعطيل الاقتصاد العالمي. وعرض صورا وفيديو لأسلحة استخدمت في الهجمات، قال إنها طائرات مسيرة إيرانية الصنع وبقايا صواريخ. ثمن الرئيس اللبناني ميشيل عون الجهود التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر الكويتي في مساعدة اللبنانيين واللاجئين السوريين في لبنان. وبحث عون ورئيس الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير أوضاع الجمعية وأنشطتها داخل الكويت وخارجها، إضافة إلى تعزيز سبل التعاون مع الجمعيات والمؤسسات اللبنانية في لبنان.